من في مريد في مريد ورئيسكم رئيس ديال نادي بلفدير نادي روتوري بلفدير وهادي كلير رئيسة ديال مؤسسة فونداسيون ديال روتوري ديالنا وحنا اللي مولنا هذا المشروع بقدر حوالي 52 ألف دولار ومساعدة مع نادي روتوري الدولي ومع منطقة إلينوي مؤسسة ديال 6420 لأن في المنطقة ديالنا فيها 48 نادي وكلهم ساهموا والأعضاء ديال روتوري ساهموا وحتى ولاد البلاد وحنا كل واحد ساهم تجمعنا تمويل ديال هذا المشروع والمشروع الهدف ديالو هو النهوض بالتعليم الأولي التعليم الأولي نظرا للأهمية ديالو أنا كشخصيا نشوف هاد الدراري تنجيو نشوفوهم ما عندهم لا بلاصة مزيانين لا فطاري مزيانين وداك الشيء اللي الماتريال اللي عندهم ماشي قديم وحاولنا باش نساعدوهم والحمد لله عطينا نتيجة مزيانة حنا المهمة ديالنا كانت سهلة بزاف باش نجمعو الفلوس نديرو التمويل ولكن المهمة الكبيرة كلها طاحت على الأصدقاء ديالنا ديال الروتوري ديال الدار البيضاء الروتوري الدولي اللي هما داروا مجهود كبير وجراو واشتروا الماتريال واختاروا الماتريال وحتى الجمعية بالطبع أعضاء الجمعية حتى هما قاموا بواحد المجهود كبير الحاج فلاح الإرشاد ديالو لأن هو اختصاصي في التعليم ونعيمة هي مديرة ديال الجمعية دارت واحد المجهود كبير والمرشدات المربيات ديال التعليم الأول حتى هما ساهموا كلهم عطونا الحاجيات ديالهم والحمد لله نتمنى لهم التوفيق وباقيين مستمرين ان شاء الله باقي الحوايج كلهم غادي نديروهم اول مره تنديروا ملعب صغير ديال الدراري وتنتمناو باش نديروا ملعب كبير للقريه كلها باش من القريه كلها ان شاء الله يستافدوا من هذه الالعاب ويكونوا ناشطين وتنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق وشكرا كثير وكلير حتى الى راه فرحانه باش كنت في مريض اول مره بغيت تقول لكم شي كلمه بالانجليزيه ولا انت سامثينغ ان انجلش I'm very happy to be here. Mm-hmm. It's a very special occasion for me to come from America to be here for the kids and the improvements.